هاد برهوم. اهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أصدقائي؟ معكم بدر بدر. كيف حالكم أصدقائي؟ طمنونا عنكم. اليوم رجعت لكم بفيديو جديد عن مواهب التيك توك. الفيديو اللي عملته أول على التيك توك عجبكم كثير، وكثير منكم طلب في الكومنتات عملكم جزء ثاني. فاليوم راح أعمل فيديو ثاني لمواهب التيك توك، ويمكن أخليها سلسلة في القناة. اكتبوا لي في التعليقات إذا بدكم نخليها سلسلة. المهم قبل ما نبلش ونشوف مواهب التيك توك الموجودة معنا، أنا حاب أحكي لكم شغلة صغيرة يا جماعة. ليش ما بتروحوا تعملوا لي فولو على انستغرام؟ أعطوني سبب واحد ما بتروحوا تعملوا لي فولو على انستغرام. يعني 160 ألف على اليوتيوب و6000 على انستغرام، اعملوا لي فولو ان شاء الله، اعملوا لي فولو. وحاب احكي لكم برضو اذا انت مش مشترك معنا في القناه اشترك، لانه حاليا احنا قاعدين بنحلق لل 200 الف. المهم خلينا نبلش ونحكي بموضوعنا لفيديو اليوم اللي هو مواهب التيك توك. زي ما انتم عارفين دائما بحط الصور على الانستغرام وبتبعتوا لي اسماء ناس عندها مواهب رائعه على التيك توك. فاليوم في عندنا ثلاثه من التيك توكرز اللي حابين نحكي عنهم. في واحد منهم يوتيوبر مشهور زي ما قرات في العنوان، برهوم معرورو صار تيك توكر. مش راح نبلش فيه، راح نخليه للاخر. خلينا نبلش باول تيك توكر معنا اليوم. الفنان الاول معنا اليوم مسمي حاله على التيك توك السلطان الكوميدي. انا متامل خير، انا متامل خير انه هذا التيك توكر راح يضحكنا. خلينا نبلش ونشوف السلطان الكوميدي. عذبتني وقهرتني وخلتني اسهر الليالي وانا ابكي واضرب حالي بالكف علشان خاطرها، انها الذبابه الملعونه كانت تقرصني وتهرب. ها ولا لدين عجا. الذباب الملعونة. مضحك مضحك، رائع رائع، متت من الضحك، متت. لا لا، اغمى علي، اغمى علي من الضحك، مش قادر، مش متحمل. انا مش متحمل حاليا الضحك، كمية الضحك اللي احبط حكا مش طبيعية. السلطان الكوميدي حكيت لي، ها السلطان الكوميدي. اولا يا صديقي السلطان الكوميدي المضحك جدا، الذبابة ما بتقرص، انها الذبابة الملعونة كانت تقرصني وتهرب. ها ولا لدين. خلينا نتفق على هذا الاشي. ثاني اشي، شو مضحك في الموضوع؟ يعني وين النكتة؟ وين الحكمة؟ وين الفائدة من الموضوع؟ وثالث اشي، ليش حاط صوت الضحكة هاي اخر الفيديو؟ يعني انا اظن انه انت شفت انه ما حدا راح يضحك على الضحكه، فقلت خلص يلا بنحط صوت ضحكه. صديقي اسمعني اسمعني، اذا انت كوميدي بتضحك الناس بدون ما تحط صوت ضحكه. اذا انت متاكد من حالك انك ما بتعرف تضحك الناس، فبتحط صوت ضحكه عشان لما يسمعوا يضحكوا بس. مش قصدي زي هيك، يعني انتوا فهمتوا علي صح يا اخوان؟ مش قصدي هيك، بس انه انت ليش بتحط صوت الضحكه؟ يا الله شو مني مضحك صح؟ تحط الصوت ضحكه ماشي، تحطش صوت الضحكه. خلينا نشوف فيديو تاني. البنات ما بتحط ميك اب علشان وجهك عزيزي الشاب، هم بحطوا ميك اب علشان يتصوروا، صح يا بنات؟ عجب. قوة الله بالله. يا سلطان الكوميديا، يا سلطان الكوميديا، اسمعني اسمعني شوي. انت شو بتتخيل منظر المتابعين لما يكونوا بيتفرجوا على فيديوهاتك؟ انت بتتخيلهم بيكونوا هيك؟ سوري بس انا حابب اعطيك الحقيقة المرة، انه هم ابدا مش هيك، ابدا ابدا مش هيك. بعدين انت فوق ما بتصرخ الصراخ وحاطط صوت الضحكة وحاكي نكتة اسقع من السقاعة، ليش بتصور جوا البلعوم تاعك؟ تعرف البني ادم اللي بيحكي النكتة وفيش غيره بضحك عليها؟ هيو هيو صديقي. شوف شوف، انت سلطان الكوميديا بس لحالك، يعني انت احكي النكتة واضحك عليها واستمتع، بس تنزلش الفيديو لانه الفيديو مش كوميدي ابدا. ولا لا يا شباب؟ خلينا نشوف هلا التيك توكر الثاني معانا بفيديوهات اليوم، اللي صراحه انا حابب اركز عليه مظبوط بهذا الفيديو. يا اخوان اقسم بالله، يعني انا ما شفتش ابداع بالتيك توك اكثر من هيك. هذا الشخص مسمي حاله الحنش على التيك توك. خلينا نشوف موهبه الحنش على التيك توك. ايه انا بحبك كتير، انت قديش بتحبني؟ عادي. طيب بتغار علي؟ كمان عادي يعني. ادي حناش هلا هلا حبيبي، الله حيا هلا حبيبي. شو حلو؟ بجني عليها بغار لاحقها لاحقها. يا الله يا الله الابداع، يا الله الابداع. شايفين الابداع؟ هذا اسمه ابداع على التيك توك. شاب قاعد هو وصاحبته، صاحبته بتساله انه بتحبني؟ بتغار علي؟ هو بيحكي لها انه لا ابدا. لما اجى صديقه الحنش، او صراحه انا مش عارف انو واحد فيهم الحنش، بس في واحد حنش ما بعرف مين. ابدي حنش. لما اجى صديقه وسلم عليه، سلم عليه عادي. لما اجى يسلم على صاحبته مدي له قدم السلام. يا هيك الغيرة يا بلاش، يا هيك الغيرة يا بلاش. بس سؤال أنا هيك يعني تساءلته مع نفسي، يعني لو إجا شاب ثاني يسلم على البنت صاحبتك شو رح تعمل؟
يعني راح تخلي كل واحد فيهم ماسك اجر وانت معلق بالهواء ولا شو راح تعمل بالضبط؟ خلينا نشوف فيديو ثاني من فيديوهات الحنش. مرحبا. اهلا، ممكن سؤال؟ تفضل. اللي تركتيني من شانه لساته معك؟ لا والله ما وفي بعده، بس انا وفي بعدي لساتي ناطرك. الله الله على رومانسية الحنش. الحنش يحب من قلب واسع. الحنش عندما يحب لا ينسى. الحنش حتى لو أحبت حبيبته بعده 1000 شخص سوف يظل منتظرا مدى الزمان. الحنش عندما يعود لحبيبته. بكون حاطط حفاظ على إيده الشمال. إيش اللي حاطه على إيدك الشمال؟ ليش حاطط حفاظ على إيدك الشمال؟ شو هاي بمبرس ولا إيش؟ إيش هاي؟ ممكن تكون كمامة، ممكن تكون كمامة، بس يعني أنت عارف إنه عندك تصوير وأنت عارف حالك إنك فنان صاعد، يعني شيلها قبل ما تصور المشهد العظيم. بعدين أنتم ملاحظين شغلة، كل فيديو من فيديوهات الحنش لازم يبلش حدا ماسك موبايل. روحت لفيت كل فيديوهات الحنش كلهم لازم تبلش بحدا يكون ماسك موبايل. مستحيل اول ما تشوف الفيديو حدا ماسك موبايل الحنش راح يطلع كمان شوي. طيب يا جماعه، هلا راح احكي عن تيك توكر جديد بلش في تيك توك، او هو عنده تيك توك من زمان بس جديد بلش يصير تيك توكر حقيقي، لان الفيديوهات اللي كان نزلها مش نوعيه الفيديوهات اللي بتنزل على تيك توك. بس اليوم نزل فيديو من نوعيه سلو موشن. طبعا هلا كلكم عارفين انا عن مين بحكي. بالضبط، اليوتيوبر برهوم معرورو. اليوتيوبر برهوم معرورو عنده قناه على اليوتيوب عنده اكثر من 800,000 مشترك. واذا فيكم حدا ما بيعرفه خليني احكي لكم شو نوع الفيديو اللي بعملها. برهوم معرورو بيعمل فيديوهات انتقاد، وفي عنده اكثر من 20 فيديو بنتقد فيهم تيك توكرز. بالضبط بالضبط، هذا الزلمه بنتقد التيك توكرز وراح يعمل زيهم. يعني والله ما حبيتها منك يا برهوم، والله ما حبيتها منك، بتخون فريق الانتقاد اللي على اليوتيوب وبتروح مع التيك توكرز. يا حساف عليك، يا حساف عليك، لك انت واحد من اليوتيوبرز اللي بنتقدوا التيك توكرز بتروح وبتعمل زيه؟ لك يا عيب العيب، يا عيب العيب عليك يا برهوم. طيب بما انه برهوم صار تيك توكر فحاليا انت عدو. انت حاليا نزلت فيديو من نوعيه الفيديوهات اللي بننتقد فيها الاعداء، فسامحني يا برهوم انا هلا راح انتقد الفيديو تاعك. خلينا نشوف الفيديو اللي نزله برهوم معرورو. برهوم برهوم برهوم، انا ما راح احكي اشي. برهوم يعني انت بوجهة نظرك شو رايك بالفيديو؟ سلو موشن حركات. سلو موشن، سلو موشن رائع. طب شو الفائده من الفيديو؟ طب شو فهمت من الفكره؟ ما بعرف الفكرة، بس سلو موشن. برهوم احنا كلنا بنحيي صراحتك الرائعة بهذا الفيديو. يا جماعة دول لقطتين انا جبتهم من فيديوهات برهوم، هو بنتقد نور مار، بنتقد نور مار. نور مار اللي بيعمل نفس هاي الفيديوهات برهوم كان بنتقده، حاليا صار يعمل زيه. بس صراحة انا بعد ما شفت الفيديو تاعك يعني كثير شفت انه فيديوهات نور مار اشي رائع. ايش هذا برهوم؟ ايش هذا؟ ايش هذا؟ خليني احللكم هذا الفيديو لقطة بلقطة. اول شيء خلينا نبلش باول ثانية بلش فيه هذا الفيديو اللي هي هاي اللقطة. برهوم انا مش حاب احكي لك، بس يعني هاي مش بداية تيك توك هاي ابدا. فيش واحد ببلش فيديو بالتيك توك وبكون واقف زي هيك. يا اخي بلش اعمل لك حركه، واقف تتفرج على الشط، بتربط رباط بوتك، بتشم ريحه اباطك، تلعب بالتليفون مثلا زي الحنش. ادي حنش. بس نبلش الفيديو انت بشكل مزبهل ولا فاهم اي اشي في الموضوع. شو نصور تيك توك؟ هلا نصور. طب ايش اسوي انا؟ ايش؟ يلا 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 هاي يلا صور صور. بلش بلش برهوم التيك توك مش إلك، والله التيك توك مش إلك، انت زلمة فنان بالانتقاد، بس آسف انت فاشل بالتيك توك. المهم بعد هاي اللقطة برهوم عمل هاي الحركة. يا اخي ممثل رائع، ممثل رائع. يا اخي انت مش بس تيك توكر رائع، ممثل رائع. شفتوا البداية الصفنان اللي عمله بالاول؟ عوض وتعويض كامل بالتمثيل. برهوم كان بيعمل حركات انا صراحة ما فهمت منها ولا اشي، ولا فهمت اي اشي من الحركات اللي كان يعملها. شو بتعمل برهوم؟ شو بتعمل يا زلمه؟ شو بتعمل؟ ليش؟ مين جبرك تعمل تيك توك سلو موشن؟ مين؟ المهم بعد ما برهوم ابهرنا بتمثيله الرائع هو بيعمل زي هيك، اجت اللقطه الحاسمه بهاي التيك توك، لقطه السلو موشن. يا اخوان انتوا فاهمين السلو موشن غلط. ليش ما سالت نور مار كيف تعمل سلو موشن قبل ما تعمله؟ انت واللي معك كلكم فاهمين السلو موشن غلط تماما. اول شيء اجت وحده معها ضمت بقدونس، مش عارف شو الخضار اللي معها، بس المهم اجت تقدم بقدونس او نعنع لبرهوم، لكن برهوم اتفاجئ جدا بالهديه. وزي ما بتعرفوا برهوم ابهرنا جدا بتمثيله.
بعد ما انبهر جدا برهوم، اجت البنت اللي جنبه اللي هي اظن انها تمثل انها صاحبيته، اجت وعصبت كثير من البنت اللي بتقدم بقدونس لبرهوم، فقررت انها تضربها بوكس. وبرهوم من كثر ما تفاجأ اندفع الى الخلف. هلا الاغلاط اللي صارت بهذا الموقف انه واحد برهوم قاعد بيعمل سلو موشن والفيديو موجود فيه سلو موشن، مبين انه برهوم قاعد بيرجع شوي شوي والفيديو معمول سلو موشن كمان. حطوا سلو موشن، حطوا سلو موشن. ثاني شيء البنت صاحبيت برهوم علقت علقت على الكامل، هي فكرت سلو موشن انه وقف تماما، اجت على البنت تضربها بوكس وعلقت علقت علقت علقت. سلو موشن شغال؟ ايش اتحرك ولا ايش اعمل؟ انا مش سلو موشن، سلو موشن هلا، سلو موشن هيو سلو موشن، مش سلو موشن، سلو موشن هيو. والغلط الاهم اللي صار بالسلو موشن انه السلو موشن بالفيديو اطول من الفيديو نفسه، الفيديو كامل 13 ثانيه، 5 ثواني تمثيل و8 ثواني سلو موشن. لا ابدعت ابدعت يا برهوم، ابدعت ابداع خرافي. طيب انا حاب احكي نصيحه صغيره لبرهوم، لا تعمل تيك توك، انت زلمه مبدع باليوتيوب بس التيك توك ابدا ما تستمر فيه. طيب انا لهون راح اكون انهيت الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم. اذا انت جديد ووصلت لهون ما تنسى تشترك في القناه عشان نوصل 200,000، واذا حابين تعملوا فولو على انستغرام اسمي بالانستغرام راح يكون في اول تعليق. ما تسمع لك هذا الفيديو، وانا ان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. سلام.